حفظكم الله تعالى وبارك فيكم. هذا سائل يقول: رجل يفعل أهل بيته الشرك كدعاء غير الله والذبح لغير الله، وهو يعلم بذلك ولم ينصح لهم ولم ينههم عن هذا الشرك، بل يسر لهم الوصول إليه، فما حكم مثل هذا الرجل؟ حكمه واضح، أنه تارك لما أوجب الله عليه من دعوة أهل بيته وذريته، وأمر أهلك بالصلاة وأنفسكم وأهليكم نارا، وأنذر عشيرتك الأقربين. واجب عليه أن يقوم على أهل بيته، لأن ما يفعل في بيته هو المسؤول عنه، لأنه راعي، كلكم راع، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فهو مسؤول أمام الله عن ذلك. وإذا تعاون معهم وأقرهم على ذلك فحكمه حكمهم والعياذ بالله.